مش مكان انا ده بقى الحاجه اللي كنت عايزه اعلق عليها. شفنا في الريبورت ان في امهات كثيره بتجري تمسك الموبايل وتكتب على الجروب على السوشيال ميديا على فيسبوك يا ماما انا حصل كذا وكذا حضرتك حافظ يا ماما مأساة ده يعني التصرف ده بينوم عن ايه؟ انا مبقاش فاهمه. لا يعني جهل، انا اسف يعني جهل، وهو يعني مشكله ان انا كمان كاني بعمل يعني هي حاجه سايكولوجيكالي عند الفيميلز اكتر ان هم بيحبوا يشاركوا الامور عشان يحسوا بالتعاطف ان الناس معايا وبتسبورت وبتديني اراء. بس معلش لما انا اكتب كومنت زي كده او اكتب بوست زي كده في واحده من الجروبس ويجي لي 3000 راي انت هتمشي عليه راي؟ واللي مديني الاراء دول بيديني اراء بناء على ايه؟ ده الاعنف من كده بيحصل ان اوقات كتير طبيبات تخش ترد يتوجه لهم اهانات، لا اللي انتوا بتقولوه ده كلام فاضي. طب حضرتك انا دكتور انا بقول لا 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 لا، وانا خريج الطب طبيعي او انا صيدلانيه او انا او انا او تفر او انا مجربه، لا انا جربت الكلام ده كله وانتوا بتتكلموا عشان تكسبوا. مجرب بقى المثل ده بيطلع صح، مجرب ولا تسال طبيب؟ لا ما هو في الاخر ما هو لازم تقولوا انتوا كده عشان تسترزقوا او عشان تكسبوا او عشان او عشان ومسميات كتيره. انقذ ابنك وبعدين يبقى يتكلمي في البوست. ده حقيقي ده مش موضوعنا خالص. يعني عمر ما كانت الطوارئ مكانها على السوشيال ميديا، عمر ما كانت الكوارث والحوادث مكانها على السوشيال ميديا خالص. وعشان كده واحد في الحقيقه احنا بنشتغل زي كده، انا لا يمكن ابص على التليفون بعد ما بخلص شغلي، ببص على في وقت اللي انا اتابع فيه الرسائل بتوع العيانين بتوعي، انما مش كل الوقت هبقى فاتح الواتساب مش قاعد في كول سنتر.